والحمام ماشي بحال خروجه. يمكن بزاف اللي كيعرفوا ويسمعوا هاد المثلة الشعبية كيفسروها بأنه اللي كيخرج من الحمام كيخرج نقي ومزنق والخدود حمرين، ماشي كيف ما دخل. ولكن المعنى مختلف وغادي نفهمه أكثر ملي نعرفوا كيفاش حتى بدا كيتقال وشنو هي القصة دياله. القصة هي أنه صاحب واحد الحمام نشر إعلان ما بين الناس كيقولهم أن الحمام نهار الخميس غادي يكون الدخلة دياله فابور، واللي بغى يجي يغسل يدخل بلا ما يخلص والو. الخبر تنتشر ما بين الناس وبقى شي كيخبر شي حتى وصل الخبر عند كل شي. وفعلا نهار الخميس ملي تفتح الحمام مع الصباح جاو بزاف من الناس ديال المنطقة، نساء دخلوا لجهة الحمام ديال النساء والرجال دخلوا لجهة الحمام ديال الرجال. وطبعا الحمام ما قدرش يدخلوا كل شي، فبقوا الناس عاملين صف برا كيتسناو الناس اللي دخلوا يسالي ويخرجوا. المهم كل شي كان باغي يستافد داك النهار. الناس اللي داخل غسلوا مزيان وكل شي فرحان وكانت الامور كلها مزيانة حتى سالوا الغسيل وبغاو يخرجوا في حالهم ما لقاوش حوايجهم. مول الحمام جمع الحوايج ديال الناس كاملين وخداهم وقال لهم اللي بغى حوايجه يخلص الخرجة من الحمام. انا قلت لكم الدخلة اللي فابور.